الساعة 8:00 صباحا. الوجهة هي المنطقة الصناعية بلارا الموجودة على الطريق الرابط بين مدينة جيجل والمينية. خمسون كيلومتر تفصلنا عن المكان. وصلنا إلى هناك. أول ما يثير انتباهك هو هذا الصرح المعدني، مركب الحديد والصلب التابع للشركة الجزائرية القطرية للصلب. مركب يمتد على مساحة شاسعة بوحدته التسع، والتي ستعمل على إنتاج ما يقارب 2,000,000 طن من مادة الحديد في الآجال القريبة. أما الهدف المنشود هو الوصول إلى ما يعادل 5,000,000 طن من الصلب. المشروع متكون من 9 وحدات، 9 وحدات داخل المركب، كل وحدة والمهام تاعها المسندة لها. عندنا وحدة الاختزال المباشر اللي تستقبل المواد الخام، عندنا الأفران الكهربائية، عندنا فرنين، عندنا 3 وحدات ترفلة تروا لامينوار. هادو هما لو ميتي دو باز تاع الشركة. وفيه وحدات اللي هي حتمول هذه 3 وحدات الرئيسية، اللي هي وحدات ثانوية مثل محطة تصفية المياه، عندنا محطة تحويل الكهرباء، عندنا محطة فصل الغازات، عندنا محطة أو وحدة إنتاج الحجر الجيري، وعندنا كذلك في ميناء جنجل عندنا وحدة لاستقبال رصيف لاستقبال المواد الأولية، وعندنا كذلك وحدة لاستقبال المواد الأولية هنا في منطقة بلارة اللي تجي عن طريق القطار من ميناء جنجل. المركب هو الرئة الصناعية الثانية لصناعة الحديد والصلب في الجزائر. ثمرة شراكة استثمارية على أساس قاعدة 51-49 لمؤسسة سيدار الجزائرية وقطر ستيل انترناشنال. بالنسبة لنا احنا ودنا ننتهي المشروع اليوم قبل غدا، لأن احنا مطالبين بإنتاج، بني المشروع لكي ينتج ولم يبنى المشروع لكي نستمر في بنائه. فنحن يعني كمسيرين للمشروع عندنا مسؤولية كبيرة جدا، ومحاسبين من دولتين يعني، وليس فقط من مجلس إدارة، مع كل احترام طبعا لكل القائمين على المجلس، أنهم حاطين حتى على الإدارة المسيرة ضغط كبير للانتهاء من المشروع. احنا نتوقع إن شاء الله بتقدم الإشغال الحالي إن احنا ممكن يتم الانتهاء من المشروع من النصف الثاني من 2019 كاملا إن شاء الله. محطة الدرفلة الأولى أو ما يسمى بالدرفلة على الساخن دخلت في عملية إنتاج أحجام مختلفة من الحديد. هنا التقنية المعمول بها عالية جدا، وتتطلب التركيز والمتابعة من طرف إطارات تقنية جزائرية مؤهلة. العملية تمر بمراحل عديدة للحصول على مادة حديد ذات جودة عالية. Le laminoir numéro 1 de AQS هو عبارة عن un laminoir لإنتاج le rond en béton de diamètre 16 jusqu'à diamètre 40 mm. عملية إنتاج ou bien l'opération de production du rond en béton démarre à la zone de stockage de la billette.
qui avec une capacité de 10 000 tonnes comme capacité de stockage. من بعد تجي على طابل دو ريسبسيون لعملية لونفورنومون. تصل المادة الخام التي ما زلنا نستوردها من الخارج عبر ميناء جنجل مباشرة إلى المركب بعد مرورها بوحدة الاختزال المباشر، ثم مباشرة إلى محطة الدرفلة الأولى التي هي الجزء المشغل في عملية الإنتاج، ليتم صهره وتحويله إلى حديد بأحجام يتطلبها السوق الجزائرية. الدرفلة على الساخن هو أحد أجزاء مصنع بلارة لصناعة الصلب، أين يتم إنتاج القضبان الحديدية على وتيرة كبيرة جدا من الدقة والسرعة والاعتماد على اليد العاملة المؤهلة الجزائرية. يوجه هذا الإنتاج إلى مجالات البناء والأشغال العمومية، وكذلك الفولاذ المسطح المستخدم في صناعة السكك الحديدية وصناعة السيارات والبواخر. بوادر فعالية مشروع مركب بلارة للحديد والصلب الإيجابية تتمثل في توظيف الكفاءات المتخرجة من الجامعة الجزائرية، كما يظهر جليا من خلال الطاقات الشبانية العاملة هنا. هذا من شأنه أن يساهم في القضاء على البطالة في المنطقة التي ستصبح قطبا صناعيا. Monsieur Chériti Mohamed Jounaïd, ingénieur en automatique recruté la société AQS en 2016 dans le cadre de la convention qui a été faite entre AQS et l'université de Gigel qui a recruté les majors de promo de la promotion automatique. Bon, on a joint cette entreprise, comme je vous ai dit, en novembre 2016. On a suivi une formation adéquate avec Daniel Lee et aussi avec l'IAGA. Et maintenant, nous sommes implantés dans cette usine. Je suis responsable de la supervision du process en cas de panne, en cas d'intervention. Je dois être au courant de la nature de la panne et intervenir dans le plus bref délai. Ahmed Tahar, je suis opérateur 2000, خريج جامعة سكيكدا. الحمد لله رانا هنايا دخلنا هنا لاكياس هذه، درنا فورماسيون هنايا، درنا مع الاس جي تاع النابل، درنا مع دانيلي ايطاليان، شركة ايطالية. وخدمتنا هنايا تبدا من سورتي دفور اللي تخرج لابيات كما نسموها حنا لابيات من سورتي دفور جوسكا لا 16 كاج بون سويفيو لي كاج تاعنا في 16 نسويفيوهم نتبعوهم نتبعو لا برودكسيون كي نشونجيو اون كان شونجمون دو بروفيل نروحو من 16 ل 32 باغ اكزومبل 20 ل 25 كاين دي بارامتر جداد ندخلوهم. كل التفاصيل مهمة في العملية الإنتاجية، هذا هو الحال بداخل الدرفلة الأولى التي اكتملت عملية بنائها ودخلت حيز التشغيل والإنتاج. نفس الدرجة من التأهب والجد نلمسه خارج الدلفلة، الكل يجتهد في عملية إتمام بناء ما تبقى من وحدات المركب رغم الظروف المناخية الصعبة التي لم تحول دون مواصلة العمل. من خلال اتفاقيات أبرمت بين المركب والجامعة الجزائرية ومراكز التكوين المهني، تم استقدام شباب للتكوين في مجال الحديد والصلب، وهكذا تضمن السيرورة الحسنة للعمل في المصنع. Yeah.
درنا استراتيجية، الاستراتيجية الأولى كانت تعتمد على التكوين، قمنا بتكوين الأيدي العاملة اللي وظفناها في البداية تكوين نظري، ثم قمنا بتكوين فعلي في الميدان، وكذلك قمنا بشيء آخر وهو عبارة عن مرافقة في الإنتاج. وظفنا معهد عنابة للتسيير اللي عنده خبرة في مجال الحديد والصلب أو يرافق الفريق تاعنا في الإنتاج لمدة سنة، وهذا مسمح لنا اليوم نستثمر في الأيدي العاملة الجزائرية اللي قدمت الحمد لله. اليوم نشكر الجميع اللي ساهم في هذا، من جامعة، من مراكز التكوين، من العمال، من الإطارات، الجميع اللي شارك قدرنا اليوم نسير المصنع بأيدي عاملة جزائرية. أفتخر بالطاقم الجزائري العامل في الشركة، لأنهم فعلا على قدر من المسؤولية، وتم استقطاب أيدي عاملة من الخارج بنسب بسيطة جدا، فقط للأماكن الحساسة اللي تحتاج خبرات يعني تتعلق بالأداء الفني في المنطقة نفسها. Bissam, ingénieur en métallurgie de l'école supérieure des mines et métallurgie d'Annaba. Le poste TAI, c'est ingénieur en contrôle qualité. Laboratoire, on fait le divisé de deux unités. La première, on fait les essais mécaniques pour déterminer les caractéristiques mécaniques. La deuxième partie, on fait la partie métallographique. Les essais mécaniques, on a la première. Le premier essai, on fait l'essai de traction pour déterminer les caractéristiques mécaniques. Il y a une caractéristique mécanique RE ou RM, la résistance élastique et mécanique. Et on fait l'essai de pliage. ربط مركب بلارة للحديد والصلب بالطاقة الكهربائية تم على خط وادي العثمانية المينية على مسافة تقدر ب 65 كيلومتر بضغط يصل إلى 400 كيلو فولت. يسهر على تسييره ومراقبة عمله مجموعة من المهندسين والتقنيين المتخرجين من الجامعة الجزائرية، بالإضافة إلى تلقيهم للتكوين والتدريب المتواصل داخل المركب للتحكم في التقنية المستخدمة بشكل فعال. كما شفتوا في الغرفة المقابلة، كنا في مرحلة إعداد وتأهيل لزوبيراتور اللي راهم يعملوا معنا في الوحدة. القسم هون في القسم رقم 33 سويتشغار، وهو الهدف منه وهو تغذية مختلف الوحدات في المركب. في الوقت الحالي لدينا وحدتين، لامينوار رقم 1 اللي راهو متغدى من سويتشغار رقم 3، ولدينا دو ديبار فار دبليو تي بي، وحدة تحويل وتصفية المياه. وجود هكذا مصنع في منطقة بلارة لم يمنع من وجود حياة طبيعية وبيئية جميلة، لم تمنع الطيور وأشكال أخرى من الحياة والنمو في هذا المكان، لأنها تعتبر منطقة رطبة بطبيعتها. القائمون على المشروع لم ينتظروا حتى انتهاء الأشغال بالمركب،
بل فضلوا الانطلاق في الإنتاج مع مواصلة البناء. هذا ما يبدو واضحا من خلال العمل القائم على قدم وساق من طرف العمال المكلفين بهذه العملية، مع الحرص في التقدم بشكل فعال لإتمام عملية البناء، والتي من الواضح أنها في تقدم مستمر. نسبة التقدم في هذا وحدة الصهر الأولى راهي تجاوزت 55%، وحدة الصهر الثانية راهي تجاوزت 30%. رانا كما تشوفوا اختلاف في التقدم، وهذا لبرمجة وحدة الصهر الأولى إن شاء الله في انطلاق وحدة الصهر الأولى للإنتاج في مرحلة تجارب على البارد إن شاء الله في سبتمبر من نفس السنة. وحدة الصهر هي يعني نقدر نقوله باللي هي أهم وحدة في وحدة في مصنع الحديد والصلب، اللي هي تقوم بذوبان الحديد يعني المواد الأولية، ذوبان المواد الأولية وتحويلها إلى بلاد كما رانا تشوفوا. رانا الآن نستورد في البلاد من خارج الوطن لتحويلها إلى حديد التسليح في وحدة الدرفلة إن شاء الله ابتداء من سبتمبر، وسبتمبر 2018 صفائح البلاد هذوما راح يكونوا ان شاء الله في نصنعوهم هنا في وحده الصهر. اليوم المشروع في طور الانجاز، راه موظف حوالي 4500 عامل اللي هما اليوم راهم ينجزوا في المشروع. فيما يخص الشركه القطريه الجزائريه القطريه للصلب، راهي موظفه 380 عامل. بعد انتهاء من المشروع راح العدد يرتفع الى 1500 عامل، هذول راح يكونوا موظفين دائمين في الشركه. هذا التوظيف المباشر. التوظيف الغير مباشر احنا نقدروه من 5000 الى 8000 عامل، اللي قادر يكونوا موظفين غير مباشرين اللي ما يشتغلوش عند الشركه، لكن يكون مربوط بالاشغال بالشركه. الوحدات الثلاث للدرفلة باعتبارها نواة المركب، أين يتم إنتاج الحديد بمختلف أنواعه حسب الطلب وحسب دراسات حاجات السوق الجزائرية، بالإضافة إلى فرنين كهربائيين ومحطة للغاز الطبيعي ومحول كهربائي ومصنع للجير ووحدة لمعالجة المياه. العمل على إنجاز باقي وحدات المركب كلف بها مجموعة من المؤسسات الأجنبية الإيطالية والصينية. هذه الوحدة فيها انجينيرينج بروكيرمنت، الشركتين مكلفين بها ميدراكس بولور، الطرف الأول ميدراكس اللي هي شركة أمريكية، الطرف الثاني بولور شركة إيطالية. لا تكنولوجي هي تاع ميدراكس، كاين الاشغال هنايا مشرف عليها شركه صينيه سينوستيل. بالنسبه للانجينيرينغ بروكيرمنت تقدم الاشغال راهي 79%، بالنسبه للكونستريكسيون الاشغال فيها حوالي 20%. لينيتي هذه هي لينيتي ريديكسيون ديريكت، وحده الاختزال المباشر. جينا الماتير بريمير، جينا من البور نعاودو نديرو لها تريتمون، ما نحولوش ليطا فيزيك تاعها، ما نحولوهاش، نحيو لها جوست لوكسيداسيون، يخرج لنا فير، نعاودو نديرو لو ترانسفير لينيتي اس ام اس. احنا نتوقع ان شاء الله بالمعطيات اللي موجوده عندنا الان ان باذن الله راح نقدر نسلم المشروع للانتاج في نهاية 2019، في النصف الثاني من 2019، لكن لم ننتظر هذا. يعني احنا عدلنا الخطة الاستراتيجية لإدارة هذه المؤسسة بحيث ان ما يتم انتظار للانتهاء من كامل وحدات المشروع، وهذا يعطي تعقيد إضافي لإدارة الشركة، لان عادة يتم الانتهاء من المشروع
وبعد ذلك يتم الإنتاج. لكن يكون عندك مركب، إن يكون في وحدات ما زالت تحت الإنشاء ووحدات أخرى راح تدخل في الإنتاج. إحنا عندنا راح يكون يعني 4 وحدات راح تدخل في الإنتاج في سنة 2018 بإذن الله. تغيير النمط الاقتصادي للمنطقة وتخفيض نسبة البطالة والعمل على فتح المجال للعديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحريك عجلة الاستثمار في ميناء جنجن وتحريك العمل بالسكك الحديدية واستغلال الطاقات الشبانية ذات الكفاءة وتقليص فاتورة الاستيراد لمادة الحديد والتي تقدر ب10 ملايير دولار، كلها أهداف مسطرة من طرف الدولة الجزائرية من خلال إنجاز مشاريع استثمارية كما هو الحال مع مركب الحديد والصلب لبلارة بولاية جيجل. ويبقى الهدف الكبير والمنشود من هذا الاستثمار الضخم هو اكتفاء الجزائر من مادة الحديد وتصدير هذه المادة المطلوبة في السوق العالمية، وتصبح الجزائر منافسة للدول المتربعة على عرش إنتاج الحديد والصلب في العالم. فيما يخص الإنتاج، اليوم عندنا هدف أولي هو تغطية السوق المحلي، السوق الداخلي الجزائري من مادة حديد التسليح والأسلاك الحديدية، هذا كهدف أولي. الهدف الثاني هو التصدير، لأنه اليوم بعد نقدر نقول بعد سنة سنتين أقصى حد راح يكون اكتفاء ذاتي وحيكون فائض في المحل في المنتوج حديد التسليح والأسلاك الحديدية، لهذا راح نضطر لتوجه الأسواق الخارجية، وإن شاء الله نتوقعها بلك إن شاء الله بداية من 2019 الجزائر إن شاء الله حتكون مصدر مثل ما الآن شفناه في الإسمنت في بعض المنتجات. الحديد التسليح إن شاء الله بداية من 2019 الجزائر راح قادرة تصدر للخارج إن شاء الله هذا المنتوج. أول شيء احنا ندعم العمل العربي المشترك بكل أمانة، يعني لما يكون في تجارة بينية وخصوصا يعني لما يكون عندك خبرات من الناحية التقنية من الناحية الفنية من دولة عربية إلى دولة عربية أخرى بغير الاستعانة من دول أوروبية ومن أمريكا ومن شرق آسيا، هذا شيء يفتخر به بكل أمانة. وإحنا يعني راح نكون مثال لهذا الشيء، وهذه الأمانة والرسالة اللي تحملها شركة الجزائرية القطرية للصلب. نقطة نظام، هذا الصرح الحديدي المتمثل في مركب بلارة للحديد والصلب يتم بناؤه باستعمال الحديد الذي ينتج هنا. تعرفنا على مركب الحديد والصلب لبلارة في ولاية جيجل من خلال برنامج 24 ساعة، هذا القطب الذي من شأنه أن يجعل الجزائر تكتفي من ناحية الصلب والحديد. إلى اللقاء.